أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك مطهرات ومنظفات برائحة الليمون أو الورد أو غيرها، هل يجوز للحاج استعمالها؟ بالنسبة للليمون لا بأس، لأنه مطهر فقط، ليس هو من أنواع الطيب. أما بالنسبة لما فيه الورد وفيه أنواع رائحة الطيب الظاهرة، رائحة الطيب الظاهرة، فهذا لا يستعمله المحرم. نعم. انت